في الصحوبيه هو اجدع صاحب وصاحب صاحبه ومعروف طول عمره في الوسط بانه صاحب صاحبه. في الرجوله مفيش كده. في الفن بقى له في كله، يغني ماشي، يمثل ماشي، ملحن في الاساس من احسن ملحنين مصر. حيوا معايا عصام كاريكا. وحشنا كريك. انت كمان والله وحشنا. وحشنا والله. اخبارك ايه؟ كله 100 100. انت في مصر ولا في تونس ولا في مصر ولا في المغرب ولا في مصر ولا في لبنان ولا في مصر ومعاك؟ كل ما اكلمك يا كريك الاقيك في بلد. غصب عني والله. انت بقيت ابن بطوطه، انت جغرافيا. انت عمال الباسبور بتاعك بيخلص كل قد ايه؟ كل شهر؟ كل سنه والله العظيم. كل سنه يعني. انا الظباط بيقعدوا يبصوا لي وانا جاي من المغرب. انت ما سافرتش خالص؟ بيضه كده على طول. انا ليه كده؟ لا احنا سافرنا كتير. احنا سافرنا مع بعض. احلى سفريات. احلى سفريات. اخبارك ايه يا كريم؟ كله 100 100 يا ملك. قول لي اخبارك الجديده ايه يا معلم؟ سمعت انك انت بتعمل فعلا حاجه لعاصي الحلاني ومحمد منير. اليومين دول يعني الحان، انا رجعت اعمل الحان تاني للناس. انت كنت قايل مش هتلحن قبل كده؟ برجع في كلامي. بس انا زمان لحنت حاجات الحمد لله كانت كويسه. لا قول لي انت بعد ما غنيت قلت انا مش هرجع للتلحين تاني. وبعدين لحنت بس بقى بعد الكلام ده كان من 7 سنين. بس كانت اغاني افلام اكتر. يعني افلام معاك وافلام مع الناس كلها. ورجعت بقى قريب عملت محمد منير ورامي عياش وعاصي الحلاني و ناس كتير يعني الحمد لله. يعني في نشاط اليومين اللي جايين؟ في التلحين وفي الغنى وفي الحاجات. التلحين والغنى سفر على طول بره. طب والغنى بقى ساعات بتلاقي لحن كده ممكن انت تطمع فيه ولا حاجه فتروح انت شايله لنفسك، ولا المساله ديت بتبقى حيادي فيها؟ لا حاجات كتيره والله يا احمد كنت بعملها ليا وخلاص 100 100 حد يعجب بيها اقول له خلاص حلال عليك خدها. لكن انت بتبقى عاملها لنفسك اساسا؟ بكون عاملها لنفسي. حتى اقربه ما احنا داخلين فيلم مع الحاج احمد السبكي يمكن كمان اسبوع بنصور. وفي حاجات كتيره كنت انا عاملها ليا عجبت محمود الليسي معانا في الفيلم. قلت له محمود. سعد الصغير برضو معانا في الفيلم. خد ما عنديش مشاكل يعني. لا انت ما عندكش مشاكل في الحاجات دي. لا والله الحمد لله. لو اغنيه بس، لو اغنيه شايده شويه ممكن انت تطلع. والله العظيم ابدا ما حكيت. طب شنكوتي دي كان مين اللي عجنيها الاول؟ شنكوتي دي كنت عاملها قبل ما، بس ما كانش الكلام كده. كنت عاملها لإيهاب توفيق. وجت والدة ايهاب توفيق الله يرحمها اما سمعت الاغنيه قالت لي مش لونه. قلت لها بس يعني هتضرب؟ قالت لي لا مش لونه. طيب خلاص. رحت انا قايل لطارق عبد الله انا عجباني اغنيه بس هشيل كلمه واحط كلمه. رحت شايل كلمه اللي كانت لايهاب توفيق رحت حاطط شنكوتي. وكانت هي. والحمد لله وكانت هي. وكانت البدايه. كان ايه الطاقيه دي بقى؟ مش فاهمها من ساعه وانا اصحى. صداع يا احمد. صداع. وكل الصداع طول الوقت. صداع صداع على طول. صداع طول الوقت كده. وانا نايم كده. طب من غير وانا نازل حمام السباحه معايا في اي حته معايا. طب من غيرها ما بتفرقنيش خالص. يا كده يا الله تلف. ما بتفرقنيش. بس وبعدين بقت جزء منك طيب. يعني. يعني انا في اي مكان اما بسافر على طول بيعرفوا ان ده فلان الفلاني يعني من العمه دي. لها ساعات بقى دي يقول لك انت ولا مش انت يعني من غير العمه ما بتعرفش معقوله؟ لا لا ساعات يعني وانا بكاسكته كده ومش عارف ايه. شنكوتي فاكر؟ والله كنا في مطار مره وعيل صغير راح جاي في عينه شنكوتي كده. قلت له ايوه ودي لولو 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 يلا يا فاكر. صح والله يا حلو. بس انت